يرافقني في التعليق على هذه المقابلة، مجريات هذه المقابلة، وهذا بوعناني عبد الجليل، والهدف الثالث لصالح الفريق الوطني في الدقيقة الثالثة، ثلاث أهداف مقابل هدف واحد لصالح المنتخب الجزائري. الجزائري نقدر نقول أن نحن بداية المباراة، نحن يعني ما نقدرش نقارن نقول إذا هو متفوق ولا لا، نحن نلعب خمس دقائق الأولى، وهذه في معرفة الخصم، هذا جول بعد. وهدف رابع محمد من عباس سفيان، ويبدو أن الفريق دخل المقابلة بتركيز جيد وبغت في هذه البداية. المنتخب الدنماركي بالنسبة للمنتخب الجزائري، وراح تتحدد وتقليص في النتيجة عن طريق عبد الجليل بوعناني رقم 9. الآن دائما هو عوشرية في هجوم مضاد سريع ويعدل النتيجة، ان خروج عوشرية لا يؤثر على، وتدخل موفق من المهاب، تدخل موفق من المهاب الذي يبدو في نار اليوم، عدة تدخلات موفقة وهدوء، ومرة أخرى المهاب، وينبغي الآن الاحتفاظ بالكرة واللعب بهدوء في المكان المناسب للمهاب كريم على الصورة. ندخل في الدقيقة الأخيرة، وجميلة ما تخرج الكرة، كانت جميلة لكن حذاري من مثل هذه اللقطات، وتنتهي المرحلة الأولى بتفوق المنتخب الجزائري بنتيجة 16-9. ويبدو أن اللاعبين الدنماركيين في حيرة، نفس المنوال وبنفس الطريقة. 9 دقائق تمر على بداية المرحلة الثانية، وهدف جميل جدا رائع من لوكيل، هذا اللاعب الشاب، جيدة وجميلة، جميلة فردية جميلة من عباس سفيان على الصورة. نتيجة 20-19 لصالح المنتخب الجزائري. وعوشري رضوان، قوة بذكاء، فنية كبيرة عند هذا اللاعب، كانت شيقة منذ البداية، جميلة من بوعناني لضيف الإصابة 25 بينما 12 ثانية، ولوكي جميلة، لا ضيع، وضع الكرة والتلقى بتسجيل أول انتصار في منافسات بطولة العالم بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري الذي أدى مقابلة في المستوى وفاز بأول لقاء له في هذه المنافسة. أحاول الاقتراب من أحد اللاعبين أو من الطاقم أحد